بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية يا رب. انا عايزة اخد رأيكم في حاجة بصراحة في الفيديو ده. طبعا كلكم اللي بتتابعوني عارفين ان الكتكوت المجرم سعفان نقرني في عيني، ايوه، وانا بصراحة لا جبت قطرة ولا حطيت مرهم ولا عملت كمادات ولا عملت اي حاجة. اللي عنده طريقة يقولها لي في التعليقات، بس أنا بفكر أشوف الإصابة دي جسمي هيعمل إيه. يعني هي امبارح كان في صهد طالع من عيني، فقلت ده جهاز المناعة. طيب هنشوف بقى مع بعض كده جهاز المناعة هيعمل إيه في الإصابة دي. الإصابة دي. فقلت اخد رايكم وبرضه نشوف يعني عمليا لما يجي لنا اصابه او يحصل اصابه جسمنا لوحده هيتصرف يعمل ايه بدون اي مساعده، ونشوف جهاز المناعه بقى بتاعي هيتصرف ازاي اللي انا مقوياه ومخليني ما يجيليش نزلات برد الحمد لله. واشوفكم على خير. يا ريت تكتبولي في التعليقات ايه النتيجه اللي هتحصل من الجسم ان شاء الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.